السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عديجل، وبالضبط في بلدية العوانة، لنقف على مشروع الميناء الجديد لمدينة العوانة، واللي انتهت الأشغال به منذ سنوات، يعني حوالي 4 أو 5 سنوات. نشوف أنه الميناء هذا يعني جميل وكبير وواسع، ويخدم مليح يعني الدومين تاع الصيد البحري والتنزه وكذا، يعني الحجم ديالو مليح، و يعني بالقرب من مدينة العوانة هنا، اللي ما فيهاش يعني تجمعات سكنية كبيرة. لو نعود إلى سنة 2011، يعني تقريب 12 سنة، شوف الصورة هذه اللي تعود إلى 2011. الأشغال كانت تقريب للنهاية، كانت مازال جزء إلى هنايا، مازال ما انتهاش، والأشغال انتهت في 2017، يعني 6 سنوات. هنا يعني نشوف الأشغال، ميناء انتهت الأشغال به كلية، و إلى نشوف الصور، آخر الصور اللي تعود للعام اللي فات، هذه هي، وهذا هو الميناء. إذا شيء جميل أن يكون لدينا ميناء من هذا، يعني تكون فيه تجديد الموانئ، موانئ الصيد في الجزائر. ونروح ناخذ المسطرة ونقيس، يعني شوفوا الطول تاع الميناء هذا، هو هنا الطول ديالو هو حوالي 600 متر، 600 متر فيه طول هذا. إذا حاجة مليحة، ونخليكم تابعوا الصور، آخر صور على الميناء هذا، واللي تعود إلى الأسبوع الماضي. أترككم مع الصور، والسلام عليكم.